بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهواء. معنا اليوم فقرة عن القيم التربوية والأخلاقية والسلوكية. هذه القيم السلوكية يحتاج إليها كل فرد من أفراد الأسرة وكل فرد من أفراد المجتمع. معنا اليوم هذه القيمة الجميلة، التعامل والتفاعل الإيجابي مع الأبناء. التفاعل من الآباء والأمهات مع الأبناء، التفاعل من المدرسين والمدرسات مع الطلاب، مع التلاميذ أيا كان العمر. احنا مع حضراتكم عايزين نتعلم، وعايزين نلتقي، وعايزين ان احنا نتوافق ونتفق على هذه القيم اللي هي من الضروري جدا 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 ان كل انسان فينا يكون على وعي بيها. هذه القيم التربوية تبدأ ان الانسان من البداية يجب عليه ان يعرف ان هذا الطفل وهذا الجنين حتى ولو كان في رحم الام ولا يزال بداخل الام، فهو يستطيع ان يتفاعل مع المحيطين به. يستطيع الجنين أن يتفاعل مع الأم، ويستطيع أن يتفاعل مع الأب، يستطيع أن يصل إلى سمعه كل ما تقوله الأم، ويصل إلى حواسه كل ما تشعر به الأم. لذلك سيدنا موسى عليه السلام لما حملت أمه به في هذه الفترة العصيبة اللي فيها كان يقتل الصبيان بأمر من فرعون الجبار لعنه الله، كانت خائفة. هذا الخوف تأثر به سيدنا موسى عليه السلام. وعلى العكس، فإن الأم الآمنة المطمئنة اللي هي بتقدر توصل هذا الإحساس للابن، هذا الإحساس للجنين، الإحساس بالسكينة لما تقدر توصله للابن فهو أيضا يشعر بالسكينة. العلماء والدراسات والأبحاث أثبتت بما لا يدع مجال للشك إن هذا الطفل وهذا الجنين يتأثر بالأم تأثرا كاملا. حتى الأب لو حاول إن هو يتفاعل مع الابن اللي لسه جنين بيقدر بمنتهى السهولة يوصل لهذا التفاعل الإيجابي ويشعر به هذا الجنين. إحدى الأمهات استطاعت إن هي تتعرف وتتعلم من السلف الصالح إزاي تتفاعل هذا التفاعل الإيجابي مع الجنين. قدرت تعمل ده لما تأثرت بهؤلاء الكرام الأبرار اللي علمونا أمر في غاية الأهمية، إن دائما الإنسان يكون في معية الله سبحانه وتعالى. دائما الإنسان أيا كان طبيعة الحياة اللي بيعيشها، أيا كان المجتمع اللي هو بيعيش فيه، أيا كانت الظروف اللي هو بيمر بيها، دائما في معية الله بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالتحميد. نكون دائما مع الله سبحانه وتعالى لما يقترب ويقترب كما أمر الله فاسجد واقترب. هذا يعني أن الأمهات الأوائل رضي الله تعالى عنهن كنا دائما في فترة الحمل يكثرنا من التسبيح، لأن ده بيؤثر تأثرا كاملا وتأثيرا كاملا على الجنين. وبالفعل بيحصل فيه تغيرات في الجسم، بيحصل فيه تغيرات في كيمياء الجسم، بيحصل فيه تغيرات في الدم، في تركيبة الدم، في انسيابية الدم، في نبض الجسم، في ضربات القلب أو نبض القلب أو نبضات القلب. كل ذلك يؤثر على الجنين. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعلم سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. هذا يعني أن الإنسان لو وصل لمرحلة من التوافق مع الزوجة، خاصة لو كانت حامل، وقدر أنه هو يطعمها بنفسه من باب المداعبة، من باب الملاطفة، من باب المودة، من باب الإسعاد وإدخال البهجة والسرور،
ده بيؤثر التأثير الإيجابي على هذا الجنين، وبالفعل بينمو ويسعد لأنه مع أم تتفاعل معه التفاعل الإيجابي، ومع أب بيشعر بيه وبيحس بيه، بيقترب من الأم اللي هي تحمل هذا الجنين، ومع هذه الإيجابيات الجميلة والرائعة يتأثر هذا الجنين. كانت النتيجة إن الأم اللي تأثرت بالسلف الصالح وبدأت إن هي تقرأ القرآن الكريم كان العجب العجاب حينما وصور هؤلاء الخبراء. هؤلاء صوروا الولد وهو في بطن الأم وإذا به يسجد حينما يستمع إلى آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا يتعلم الإنسان، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. رب العالمين سبحانه وتعالى هدى هذا الجنين لأن يعرف أن هذا هو كلام الله، هدى هذه الأم أن تكون في معية الله، أن تقترب أكثر وأكثر بتلاوة القرآن الكريم. كانت النتيجة هذا الاستقرار، هذا الأمان، هذه السكينة، هذه الطمأنينة داخل هذا المولود. وبالتالي لما يخرج أحد الأبناء يخرج وهو يحفظ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، يخرج وهو متأثر بصورة الكهف لأن الأم كانت تتلوها وهي حامل فيه. هذا يعني نقطة البداية، فعلا نقطة البداية بيكون التفاعل الإيجابي المباشر من لحظة الحمل، اهتمام من الأم واهتمام من الأب. على الأم مسؤولية كبيرة جدا، وفعلا هي الأم وهي المدرسة. إن أعددتها أعددت شعبا طيبة الأعراق. هذه الأم الحنونة، هذه الأم التي تعرف قدر الابن وأنها مسؤولة الأولى عنه، هذه الأم اللي تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بتبدأ أن هي تتفاعل مع هذا الجنين حينما تدرك أهمية أن هي تعمل فلترة. فعلا الأمر بما يتعلق بالفلترة أمر في غاية الأهمية، لأن كل أم تقدر أن هي تعمل حاجز، الحاجز ده عبارة عن مصفى وعبارة عن فلترة بتفلتر فيها أي شيء سلبي تبعده عنها. دائما تركز إن الدنيا باللي فيها هي مخلوقة لله وهي من خلق الله، وإن كل اللي هي فيه من عند الله سبحانه وتعالى، وإن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى أيا كان ترتيب هذا الجنين وأيا كان العدد. هي تؤمن بذلك فهي تفرح وتستقبل هذا الجنين بفرح وسرور. على العكس الأم اللي تهمل، الأم التي لا ترغب فيه، كما قالت إحدى الأمهات كنت لا أرغب في هذا الجنين وكان الزوج لا يرغب، الحياة كانت بينا مستحيلة، كنا على يقين وعلى اقتناع أن لازم ننفصل انفصال كامل بلا رجعة، ولكن فجأة حصل الحمل. كانت النتيجة أنها لا ترغب في الحمل وهو لا يرغب في الحمل، وكانت النتيجة مأساوية، ينزل في الشهر الثامن ويكون مشوها ثم سرعان ما يموت. تسبب الأب والأم في هذه المأساة. السبب أنه هو خرج عن الإطار المفروض أنه يعيش فيه، إطار الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إطار الاقتناع الكامل أن الدنيا بكل ما فيها لا تستحق أن أتسبب في قتل طفل أو في قتل جنين أو في قتل إنسان بريء لا ذنب له. سيدنا موسى عليه السلام لما اعترض على سيدنا الخضر عليه السلام أنه هو قتل هذه النفس البريئة بغير ذنب، قتلها بغير نفس قتلتها وبغير داع رأى أو علمه، قال له سيدنا الخضر بعد ذلك أن هذا من الله وما فعلته عن أمري. عشان كده بنتعلم لا تقتلوا أولادكم، لا تقتلوا أنفسكم، كونوا دائما على معرفة حقيقية. الكلام مش كلام نظري، الكلام واقعي، الدراسات كثيرة جدا
والأبحاث كثيرة وكل القصص عديدة تثبت وتؤكد على أن كل أب وكل أم مسؤول. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إلى يوم القيامة: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث الشريف. هذا يعني أن المسؤولية الأولى على عاتق الأم وعلى عاتق الأب. عشان كده لما بيخرج ولما يأتي إلى الدنيا في الرحم أو لما يخرج للحياة هو على الفطرة، يحتاج إلى هذا التفاعل، يحتاج أن الأب يقضه ويتفاعل معه وهو جنين، ويحتاج أكثر وأكثر إلى التفاعل معه بعد الميلاد أن يحمله الأب، لأن الأم في حالة من حالات الإعياء بعد الولادة، فأول من يحمله هو الأب أو رجل صالح أو امرأة صالحة، خاصة لو كان الأب الذي يؤذن في الأذن اليمنى ويقيم في اليسرى ثم يفعل التحنيك الذي أثبتت الدراسات والأبحاث أن يكون هذا المولود في أمس الحاجة إليه، ثم بعد ذلك يأتي هذا الجنين اللي هو خرج للدنيا وأصبح طفل رضيع يراه الناس ويسمعوه وهو يسمعهم، ويأخذ فترة على ما يراهم، يقترب من الأم وإنه يتعلم أمر آخر: خلق فهدى، قدر فهدى، وخلق فسوى سبحانه وتعالى. لما يعرف المولود اللي اتولد إن دلوقتي يقدر إن هو يرضع من الأم، يقدر إن هو يتغذى عن طريق الفم بعد أن كان في الداخل يتغذى عن طريق الحبل السري. هذا التفاعل من الأم، التفاعل الإيجابي لما تضمه للصدر بعد تفاعل الأب بالأذان وبالإقامة وبالتحنيك، هذا التفاعل من الأم يجعل الابن يقترب منها ويلتصق بها، ثم يشعر بالسكينة والطمأنينة بعد البكاء والصراخ أنه خرج ويكاد أن يفقد الحياة. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى نجاه الله ونجى الأم، وكل منهما عاد إلى صاحبه، عاد الجنين إلى الأم ليعلم الناس: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ويعلمهم رب العالمين سبحانه وتعالى أنه جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة. هذا السمع أولا لأن الطفل يسمع الأم، الطفل يقترب ويقترب، ينهل من هذه السكينة، من هذا الحضن الدافئ له، من هذا الحنان، ثم هذه الجراعات اللي هي بيها بيبدأ يتكون هذا الجسم، يقدر يعيش بهذا الحنان، يقدر يعيش بهذا الصدق من الأم اللي هي محبة ليه، مقبلة عليه، عينيها بترعاه وفؤادها دائما ينبض بالحب له. هو بيشعر بده، يشعر ان هو مرغوب فيه، يشعر بتقدير، يشعر باهتمام، يشعر بالحب، يعيش فيه، يعيش فيه مع الأب، ويعيش فيه مع الأم، مع الجو العائلي الجميل. كل ده تفاعل إيجابي. احنا ما ينفعش ان احنا نهمل هذا الجانب، لان هذا الجانب بيربي داخل هذا المولود، بيربي بداخله التقدير الذاتي. التقدير الذاتي لما حمله الأب وأذن وأقام في أذنيه، لما حنكه الأب، لما أعطاه للأم، لما ساعد الأب مع الأم في إرضاعه هذا اللبن الذي ينزل في أول ساعة ليكتمل هذا البناء وليشرب هذه المضادات الحيوية هذا المولود عشان يكتمل البناء ويخرج من حالة الإعياء والتعب الشديد بعد الولادة. هذه الأم اللي هي بترغب في إخراج هذا الحنان للطفل تتفاعل معه وتذكر الله وهي ترضع، وتسبح الله وهي ترضع، وتتكلم بالكلام الطيب وهي ترضع، تتكلم بهذا الكلام حتى يتأثر به هذا الطفل الرضيع ويبدأ إن هو ينمو هذا النمو الصحيح. النمو هنا مش جسدي بس، النمو هنا بدني وجسدي ونفسي، النمو هنا وجداني، نمو الشخصية. فالإنسان فينا محتاج التلاتة، محتاج النمو الجسدي، ومحتاج للنمو الذهني، ومحتاج كذلك للنمو النفسي
ونمو الشخصية. علشان كده إحدى الأمهات في قديم الزمان كانت ترضع الابن، وهي ترضع الابن مر عليها راجل لابس لبس جميل جدا ويركب الحصان ومعاه موكب كبير وكأنه سلطان. فهي قالت بصوت مسموع، خافت يعني يدوب اللي جنبها يسمعه، فقالت يعني اللهم اجعل ابني مثل هذا وهو يرضع وهو يأكل من ثديها. إذا بهذا الرضيع يترك الثدي ويقول لها اللهم لا تجعلني مثله، وبعد ذلك يكمل الرضاعة. طبعا هؤلاء من الذين تكلموا في المهد وأخبرنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده تيجي جارية، الجارية دي للأسف الشديد يضربوها وبيأذوها وبيجرجروها بلغتنا، وإذا بالأم تقول اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فهو يترك الثدي ويقول اللهم اجعلني مثلها. السر أن هذا الملك أو هذا السلطان أو هذا الإنسان الغني الثري ظالم، وينسى ذكر الله وينسى أنه سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى في يوم ما. هذا الطفل المولود الرضيع عرف هذا، ولذلك دعا الله سبحانه وتعالى ألا يجعله مثله. وكذلك هذه الجارية كان على العكس، جارية طيبة مظلومة تهان وهي مظلومة، وهي تستجير برب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن تصبر وتحتسب. عشان كده الابن دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون مثلها. كل هذا بيعلمنا أن هذا تفاعل، تفاعل من الأم وهي ترضع، تفاعل من هذا المولود الرضيع، وده حدث. وكثيرا من تكلموا في المهد، وسيدنا عيسى عليه السلام ضرب لنا هذا المثال لما ستنا مريم عليه السلام جاءت إلى هذه النخلة وأجاءها المخاض وفاجأها هذا المخاض وألجأها إلى هذه النخلة اللي هي مش نخلة، ده جذع، جذع نخلة لأن أصلا ملهاش رأس. وبعدين ينادي عليها سيدنا عيسى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إلى آخر الآيات الكريمات. وهذا يعني أن الترابط والتفاعل من الأب أو من الأم في كل مرحلة من مراحل العمر لكل مولود، في من مرحلة وهو جنين، مرحلة الميلاد، مرحلة ما بعد الميلاد، مرحلة الرضاع إلى آخره، يتأثر بذلك الطفل، يتأثر تأثر كبير. فياريت أن احنا نهتم، ياريت أن احنا لا نهمل هذا الجانب، ياريت أن كل أب وأم يستقطع من الوقت، من المجهود المبذول، من مشقة الحياة الشديدة، من هذا السعي ليل نهار جزء قليل. العجيب أن أحد الأباء بيسأل، هو أنا لما أقدر أستقطع هذا الجزء ولو جزء قليل هل يكفي؟ نقول له هنا خلي بالك في سر عظيم جدا يجب على كل أب وأم أنه هو يعيه كويس. السر ده بيقول أن أنت لو فعلا تخرج من البيت، وهي كذلك حتى لو بتخرج من البيت لا مانع طالما بالضوابط الشرعية بالضوابط الاجتماعية والعرفية، لو هو بيخرج لا يقصد إلا وجه الله وعفاف النفس وعفاف الزوجة والأولاد والسعي اللي يفخر به أمام رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوفق، يوفق التوفيق الذي يليق به، يوفق إن هو دقيقة واحدة مع الأولاد يغرس فيها قيم لا حصر له ينتفع بها الأبناء. كذلك الأم إن كانت مشغولة سواء في البيت أو في العمل، كانت مشغولة بالأبناء الكتير أو القليلين، كانت مشغولة بأعباء الحياة جوا البيت أو بر البيت، اطمئني لو كنت تقصدين وجه الله سبحانه وتعالى، لو تعلمتي إن هذا الفعل لا تقصدين به إلا مرضاة الله، يعني أنت بتعملي كده وأنت راضية وأنت هادئة البال وأنت عندك أمان وطمأنينة وسكينة، أنت بتعملي كده لمصلحتك ولمصلحتهم، أن أنت كمان بتستفيدي من هذا السعي، الأكل اللي بتجهزيه أنت كمان بتاكلي منه،
البيت اللي بترتبيه انت كمان بتستمتعي بالنظافة وبالترتيب. لو الأمور دي وضحت عند الأم وبدأت تعمل زي الجدات الكبار، زي الناس القدماء الأجداد والجدات اللي كانوا بيشتغلوا ودايما على الوجه الابتسامة، خلت الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وهو حجة الإسلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه إيمانا كإيمان عجائز خراسان، الستات العواجويز، الستات العجائز الكبار في السن اللي قاعدين في البيوت وهما في هذا السن المتقدم. الإمام الغزالي حجة الإسلام يدعو الله أن يكون إيمانه مثلهم. الناس دي على الفطرة علمونا كتير وأخذنا منهم الكثير، وإحنا في حياتنا بنشوف الناس اللي هم وصلوا لمناصب قيادية عليا. من الأم؟ قد لا تقرأ ولا تكتب، ولكنها استطاعت أن تربي، استطاعت أن تنقل الحنان وأن تنقل الفخر إلى الابن وإلى البنت ليفعل التقدير الذاتي السحر، هذا السحر بداخل الولد أو البنت ويوصل قمة وقامة من القمم العليا. فإذا كان الأب عنده هذا الإحساس، عنده هذه النية، وكذلك الأم، فإحنا نبشره دقيقة واحدة تكفي، أكثر من ذلك يكفي، لأنك أنت تقصد وجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده هذا التفاعل هو التفاعل الإيجابي اللي إحنا نقصده، إن كل واحد فينا يدي جزء من حياته للأبناء حتى لو كان وقت قليل، طالما النية صادقة وطالما له العذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هؤلاء الذين يخرجون ويسعون في هذه الحياة، يبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن كان يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، يسعى على زوجته وأولاده فهو في سبيل الله، يسعى على الآباء والأمهات فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بهذا التفاعل الإيجابي، التفاعل الإيجابي اللي بيستمر معانا مع الأطفال في هذا السن المبكر، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستقبل في بيته الكريم، يستقبل سيدنا علي بن أبي طالب وابنته ستنا فاطمة رضي الله تعالى عنها ومعهما الحسن والحسين، ثم يجلس سيدنا الحسن على فخذ وسيدنا الحسين على فخذ، ويضم سيدنا علي بن أبي طالب وستنا فاطمة بذراعيه عليه الصلاة والسلام. هذا التفاعل الإيجابي إن صح التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده اجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يكون هذا التفاعل، كيف يكون هذا التواصل، كيف يكون هذا الحب، كيف تكون هذه الرحمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء، للابنة ولزوج الابنة وابن العم وللأحفاد أو أسباط النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات يسمع صوت بكاء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، يقوم من نومه مسرعا وكأنه غاب للحظة عن هذا الوعي بأمور الحياة، وانتبه انتباه كامل بكل وعيه لسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع النبي عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين علشان يهدئ من هذا البكاء. في بعض الأحيان كان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا فاطمة، كان يسبقهما إلى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، لأن هو بحنو الجد يستشعر هذا البكاء ويسرع فيصل إليهما قبل الأب والأم، وهو الجد وهو من هو، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائد، وهو الحاكم، وهو القاضي، وهو الرسول، وهو المشرع، وهو الأب، وهو الجد، ومع ذلك يعطي لكل ذي حق حقه ولكل ذي قدر قدره. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرة تانية النبي عليه الصلاة والسلام وهو مع الصحابة في مجلسه ويغيب عنه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ويرسل
من يبحث عنهما ويبحث هو بنفسه ويجد كل منهما يلصق ظهره بالآخر، وموجودين عند الجبل وفي حية يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتترك المكان ثم يأخذهما كل منهما على كتف. ولما سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يقول لهما: نعم المطية مطيتكما، يعني أنتم ركبين على رسول الله أو على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ونعم الراكبان هما. هذا التواصل إن صح التعبير لن نستطيع أن نوجد كلمات تصف هذه الأفعال والأقوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قلنا تواصل، لو قلنا تفاعل، لو قلنا تفاعل إيجابي، لو قلنا إقبال، لو قلنا حب، لو قلنا غرس للقيم، لو قلنا كلمات كثير لن نصل إلى الحقيقة. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس إلى يوم القيامة، كذلك الأنبياء والمرسلين، وكذلك كل السلف الصالح، وكذلك كل الدراسات إلى الآن تثبت ضرورة التفاعل الإيجابي من الأب والأم تجاه الأبناء، وكذلك كل من يتفاعل مع الأبناء وكل من يتعامل مع الأبناء يجب عليه أن ينتبه وأن يعرف أن هؤلاء يحتاجون إلى هذه المبادئ في الحياة اللي هي تفاعل إيجابي، فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى، فيها غرس للقيم، فيها غرس لهذه الثقة في النفس والثقة الداخلية الكبيرة اللي بيها بيخرج هؤلاء فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يجلس مع أحد الصحابة، وسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه معه، يقبله رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل لما تصف هذا المشهد، النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويقبل سيدنا الحسن في حضور الصحابة، ما هذا العطاء وما هذا الحب. ومرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم يصعده، يمسكه بإيديه ويخليه يطلع على جسده صلى الله عليه وسلم، وكلما يرتفع النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أنه هو ينظر إليه ليقبل النبي عليه الصلاة والسلام فمه، يلعب ويصعد على جسد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسكه ويأمره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقبله. ولما يكون في الصلاة يسجد، وكل واحد منهم سيدنا الحسن سيدنا الحسين يركبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطيل في السجود، وبعد ذلك بعد أن ينزل يرفع من السجود. الصحابة بيقولوا: إحنا يعني خشين على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أطال في السجود، يا ترى إيه السبب؟ يا ترى في إيه؟ إيه اللي حصل؟ فلما يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن ابناي ارتحلاني، يعني ركبوا على ظهري، فلم أشأ أن أتعجلهما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يرفع من السجود حتى ينزلا، يعني ياخذوا راحتهم ويستمتعوا بهذا الركوب ثم ينزلان من على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التفاعل، هذه التربية، هذه القيم يعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان يجلس مع سيدنا الحسن ويقبله يسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، أرى أنك تحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين اختلفتا. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبش على الصحابي، لأنه فعلا بيحبه، بل إن هو يحبه ويأمر الناس أن يحبوه: اللهم إني أحبهما، أحبهما، اللهم إني أحبهما، فأحبهما وأحب من يحبهما. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، ونستكمل سويا هذه القيم الغزيرة من هذه المواقف العظيمة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. اللهم صلِّ
حبيبي وسلم. اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صلي افضل الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. اللهم صلي افضل الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. على احمد محمد محمود، على شهيد شهيد مشهود. على أحمد محمد محمود، على شهيد شهيد مشهود. على حبيبك سيد الوجود. اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صلي أفضل الصلاة على الحبيب المصطفى محمد. على الحبيب المصطفى، على النبي المقتفى. على الحبيب المصطفى، على النبي المقتفى. على النقى والصفا. اللهم صلي اللهم صلي اللهم صلي وسلم وبارك عليه. عدنا إليكم مشاهدينا بعد الفاصل. استمعنا واستمتعنا بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتعلم دائما من القدوة، وإننا لن نجد أفضل ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم منه كل إنسان. إن غير المسلمين شهد له بالعظمة وقالوا أعظم الخلق على الإطلاق هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان حينما يتعلم من القدوة وحينما يتعلم من الخبير فإنه يكون على بصيرة. كل إنسان فينا في الحياة كأنه يسير في طريق، والخبير هو الذي ينير له هذه الإشارات وهذه الكشافات اللي بها يكتشف الصراط المستقيم وسواء السبيل وهو وسط الطريق المستقيم. يعني الإنسان في الحياة لما يجي يتعلم إزاي يتفاعل إيجابي مع الأبناء، يريد إن هو يتعلم ويسأل ويستكشف ويبحث وينقب. في قاعدة جميلة جدا تربوية: إن لم تتغير وأنت تربي أبنائك فإنك لم تربيهم. قاعدة تربوية هامة جدا. كل إنسان فينا مش في الحياة على نمط معين، عنده ثقافة معينة، عنده فكر معين، ولكن لما يلتقي بالأبناء ويكون له أبناء ويبدأ كل واحد فيهم يكبر ذكور أو إناث، بيبدأ يتفاعل معاهم. هذا التفاعل بيجعله يفكر ويبدأ إن هو يقرر ويبدأ إن هو يختار الوقت المناسب والألفاظ المناسبة والتصرف المناسب وإيه القيمة اللي بيغرسها. وهذه هي أبلغ وأهم النصائح اللي احنا بنهتم بيها في تربيتنا لأبنائنا، إن احنا نعرف إيه القيمة اللي انت عايز تعلمها له واللي انت عايز تغرسها فيه في اللي انت بتقوله أو بتعمله معاه. هذه هي قمة التفاعل الإيجابي. لو عايز فعلا يكون في تفاعل إيجابي مع الأبناء، لو عايز الثمرة اللي انت بتتمناها، لو عايز يكون نعمة الابن أو نعمة البنت، دائما ركز ايه اللي انت عايز تضيفه له، ايه القيمة اللي هتديها له وانت بتتكلم معاه،
وانت بتوجهه وانت بترشده وانت بتنصحه وانت بتاخد معاه بايديه. ايه اللي انت عايز تعلمه له؟ ايه اللي عايزه يفضل معاه ويفتكرك بيه لما يكبر؟ يقول ابي زرع وابي هو الذي غرس وابي اللي هو كان يرعاني. يقول ابي علمني، ابي ترك لي البصمه، امي كان لها التاثير الاكبر علي. زي اديسون احنا نعرفه كلنا، لما سالوه عن سر النجاح وسر هذا التقدم وهذه المكانه، قال السر في امي. قال الناس عني اوصاف لا تليق، لكن امي قالت انت عظيم وانت عبقري وانت مخترع وانت وانت، ولذلك صدقت امي. فلما صدقت امي كانت النتيجه بقى اديسون، لان الحجاره والعصي قد تكسر العظام، ولكن الكلمات القاسيه تكسر القلوب. كم من ام انجبت، وكم من ام قدمت للدنيا هؤلاء العظماء. الام التي تقبل ان هي تفضل مع الجنين بمفردها، يعني ايه؟ يعني الاب قرر ان هو يسافر يطلب العلم، فالام وافقت، ما عندهاش اعتراض وما عندهاش مانع، ظلت مع هذا الجنين ورفضت الطلاق ورفضت الانفصال عن الاب، تحملت اعباء الحمل، تحملت اعباء الولاده، تحملت اعباء التربيه، تحملت اعباء الرعايه، ثم بعد ذلك ارسلت الابن ليبحث عن الاب، وذهب للاب ووجده بعد كام؟ بعد 17 سنه. طبعا نموذج فريد، امهات كتير بيقولوا هذا النموذج صعب ان هو يحصل في الحياه، لسبب واحد، ان الام اللي بتقول صعب او الزوجه اللي بتقول صعب خرجت عن الاطار، الاطار اللي اتكلمنا عليه من شويه، وهو الصدق مع الله والاخلاص لله والتوجه. الام اللي هي مؤمنه وعارفه ان الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، الام اللي هي عارفه ان هي لا يقدر الله تعالى لها الا الخير، الام اللي عارفه كده هي اللي تقدر تبني اجيال، هي اللي تقدر تركز على القيمه للابناء، مش على الدرجه فقط في النجاح ولا على المجموع. التركيز على الدرجات مهم، التركيز على النجاح مهم، التركيز على المذاكره مهم، التركيز على ان الانسان يتفوق في الحياه ده مهم جدا، التركيز على ان البدن يكون قوي ده شيء رائع، ان يكون الثياب نظيف ومنسق وجميل ده شيء ممتاز، ان يكون الطعام صحي جميل جدا، لكن فين الشخصيه؟ فين الاستقرار؟ فين الهدوء؟ فين الطمأنينة؟ فين السكينة؟ فين الثقة؟ فين التقدير الذاتي؟ فين حسن التصرف؟ فين حسن الفعل؟ حسن رد الفعل؟ فين الكلمات الإيجابية؟ فين الكلمات الصادقة؟ فين الكلمات الطيبة؟ فين ضبط اللسان؟ ضبط المشاعر؟ فين الإنسان المسؤول؟ فين الإنسان اللي بيعيش باستقلالية تامة؟ فين الإنسان اللي قادر على أن هو يتحمل مسؤولية بيت؟ فين البنت اللي هي بتتربى تقدر تتحمل مسؤولية بيت ومسؤولية أبناء وزوج؟ كل ده بنحتاج له من الأمهات، من الآباء، اللي هو بناء الشخصية، وده لن يكون إلا بالتفاعل الإيجابي مع الأبناء، بالتفاعل اللي بيبدأ بدري قوي قوي من أول نطفة، بالتفاعل اللي بيستمر في الملاطفة، في الملاعبة، في التأديب وحسن التربية والرعاية، في المصاحبة، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له الحبل على الغارب. تعلمنا هذا من سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطريق معه الصحابة، يسير في الطريق لهدف معين، لمكان ما، بصحبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم،
يقابل أمامه سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه. سيدنا الحسين حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، النبي عليه الصلاة والسلام يترك الصحابة ويقترب من سيدنا الحسين ويضاحكه، وبالبلد كده يجري وراه في الشارع وأمام الصحابة في الطريق أمام عامة الناس، والكل يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك سيدنا الحسين. سيدنا الحسين يجري هنا وهنا عايز إن هو يفلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقترب منه، ولما يمسكه يضع إيد تحت الذقن وإيد فوق الرأس ويقبل سيدنا الحسين من فمه ويقول: حسين مني وأنا من حسين. هذه اللفتة، هذا الكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل في نفس الطفل؟ ماذا يفعل في نفس الابن؟ ماذا يؤثر فيه حينما يكون بحضرة الناس وفي الطريق ويداعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يداعبه ويعلمه وينمي بداخله هذه القيم ويعلم الكل كيف يكون التفاعل، كيف أنه يقبل الحسن والحسين أمام سيدنا الأقرع ابن حابس رضي الله تعالى عنه، كيف يقبل أمام الناس سيدنا الحسن والحسين، كيف يتعامل معه بهذا الشكل، كيف أنه يترك الخطبة وينزل ليحمل سيدنا الحسن على ذراع وسيدنا الحسين على ذراع لأنهما يتعثران في ثيابهما الجديدة، ويصعد بهما على المنبر ويكمل الخطبة، خطبة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، ونحن في أمس الحاجة إلى هذا، في أمس الحاجة إلى حسن التربية والرعاية. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يتربى على يدي أبيه سيدنا عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك حينما يكبر يتزوج الثيب، امرأة متزوجة قبل ذلك، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن السبب. السبب أنه هو عايز زوجة كبيرة في السن قليلا لترعى البنات اللي هم إخواته. دي التربية وده التأثير، أن الأب الذي استشهد في غزوة أحد يترك هذا الابن الواعي الفاهم القدير اللي مش بيهتم بنفسه زي ما بيحصل من الأبناء، لكن يهتم بالبنات الصغار إخواته، مش بناته، إخواته، ويهتم بهن. السبب التربية، السبب النشأة، التفاعل اللي موجود من الصغر، هذا التفاعل اللي يصنع هؤلاء القادة الذين قادوا الأمم وأصبحوا قادة للأمم لأنهم تعلموا وتربوا وهم صغار في حجر هؤلاء الأكابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هكذا الإنسان يتعلم، إن هذا الطفل الصغير اللي وصل سنه سنة أو أقل أو أكثر يحتاج إلى مساحة من الحرية، مساحة من الأمان، يعني أمن للمكان واديله فترة واديله وقته واديله مساحة إن هو يتعلم ويعرف إن هو يوصل لمرحلة بيها يكون إنسان سوي، يكون إنسان فاهم هذه الحياة وعارفها. لما تديله مساحة من الأمان ومساحة من الحرية فهو في الحالة دي بيقدر إن هو يتفاعل مع الأشياء ويستكشف الأشياء. يعني إيه؟ يعني أنت لو في أي مكان بص حواليك كويس وتأكد إن المكان آمن مفيش فيه حاجة تأذيه واديله مساحة، اترك له الحرية، خليه يتحرك، عايز يطلع على شيء سيبه، اتركه يطلع، اتركه يتعلم، اتركه ان هو يجرب ويستكشف. طالما انت منتبه ليه وطالما انت ترعاه وانت مأمن له المكان كويس ومخلي بالك منه
بحيث ان هو لو كان هيتعرض لاي اذى انت جاهز ان انت تلتقطه وتمسك به وتحافظ عليه. في الحالة دي هو بيجرب وبيستكشف، ودي الفترة بتاعته من ساعة ما يبدأ يتحرك ويبدأ الزحف أو الحبو، ويبدأ إن هو يقف ويبدأ إن هو يمشي بهذه العزيمة وينقل رجليه مستند أو بمفرده. كل ده بيحتاج منك إن أنت تديله مساحة من الأمان، لأنه في الفترة دي بيعلمنا احنا العزيمة والتصميم، إنه بيحاول إن هو يقف ولما يسقط يقف ويسقط ويقف، يحاول يمشي ويتعثر ويسقط ويمشي. كل اللي حواليه دعموه أو حاولوا إن هم يثبطوه أو يمنعوه، لكن هو مصمم وبينجح. العجيب إن هو بعد ما يكبر شوية بتبدأ تنزل عنده أو عليه من المحيطين به سيل من اللقات، إن صح التعبير يعني. اللقات اللي هي لا لا لا، لا تفعل، لا تقول، لا تمشي، لا تذهب، لا كل الحاجات دي بتبدأ تقيده، لأن هي جاية منين؟ جاية من الأب وجاية من الأم، جاية من الخال أو العم أو الأخ الأكبر أو القريب أو الجد أو الجدة أو أو. لما تيجي منه الحاجات دي كلها منهم وهم لهم سلطة معنوية، فهو بيستقبل هذا ويبدأ يخش جواه هذا الأمر، ويبدأ مرحلة التردد، يبدأ مرحلة عدم القدرة على اتخاذ قرار، عدم القدرة إن هو إنسان يكون إيجابي أو متفاعل أكثر مع الحياة. بعد كده بنقول يا خسارة، هذا الولد بقى ضعيف، هذا الولد لا يستطيع أن يتكلم، هذه البنت بتتكسف ما بتقدرش تعمل شيء، ما تنتظرش منها حاجة، ويبدأ سيل آخر من الاتهامات ومن الأوصاف التي لا تليق. بتكون النتيجة إيه؟ بتكون النتيجة يطلع إنسان ضعيف الشخصية، ضعيف في الفعل ورد الفعل والسلوكيات، وتكون النتيجة إن هو لما يخرج للحياة بنعاني معاه، ولما يصبح أب أو تصبح هي أم أو زوجة تبقى مشكلة كبيرة، هيطلع نشأ أضعف. هذه الأمور وهذه السلبيات في الحياة كثيرة جدا لا حصر لها. الآباء كل واحد فيهم بيقدم شكوى من الأبناء، إن الولد ما بيسمعش الكلام، إن البنت بتفعل كذا، أو البنت لما أطلب منها شيء ما بتفعلوش، إن البنت صوتها بيعلى، إن هي بتصرخ، إن هي بتخبط في الأرض، إن هي ممكن تنزل على الأرض وتفعل كذا وكذا وكذا في الأرض. كل الحاجات دي كلها أسبابها أساسيها عند الأب وعند الأم، عند المربي الأول اللي هو ما خلاش باله وهو بيعطي القيمة إن هو يخليها قيمة إيجابية، إن يخليها قيمة واضحة. يعني لما جه يعلم هو اللي علمه العند، هو اللي بدأ يركز على حاجات ممكن إن أنا أهين الموضوع شوية أو أبسطه أو أهونه وخليه موضوع سهل، مفيش خطورة إنه يجرب. وإيه المانع؟ إيه الضرر؟ لو بدأت أسأل نفسي هذه الأسئلة، إيه الخطر؟ إيه المانع؟ إيه الضرر؟ إيه الشيء السلبي؟ إيه الشيء المرفوض في هذه الأمور؟ هتلاقي نفسك دائما تجد الإجابة إنه هو في أمان، مفيش خطورة، مفيش مشكلة كبيرة ولا حاجة، الأمر بسيط. وبالتالي بتدينه مساحة من الحرية. هو طلب إنه ينزل مثلا أو يخرج، عنده إحساس بالثقة إنه هو يقدر يخرج ويقدر يلعب اللعبة الفلانية أو يعمل الحركة الفلانية أو مع فلان أو فلان. أنا إيه المانع إن أنا وافق؟ أدرس الموضوع بسهولة وبسرعة شديدة وبتأني ثم أجيب، وما فيش مانع إطلاقا إن أنا أديله حاجة وأعتذر عن أنا في خطأ، علشان يتعلم هذا الولد وهذه البنت إن هو بالفعل يتربى على قيم ويطلع إنسان سوي، شخصية قوية. احنا في امس الحاجه في حياتنا اليوم وفي هذا العصر ان احنا ندعم اولادنا وندعم اولادنا تلامذنا هذا الدعم الايجابي بتفاعل ايجابي لبناء شخصيه متماسكه ايجابيه. نسال الله ان يبصرنا ب
في أمور ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من هؤلاء الآباء والأمهات. نعم الآباء ونعم الأمهات، واجعلنا خير خلف لخير سلف. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.